احنا كنا بنقول ايه؟ انت بتقول نتكلم عن دي الهواية. دلوقتي انا كنت بقول لجده ان يعني عايز اخد رايه في فكرة الفيديوز دي، فكرة التشانل نفسها. فايه رايك بقى جد في الفكرة نفسها الاول؟ الفكرة بحد ذاتها فكرة طيبة اذا كان هدفها يعني يكون الوسيلة، هي وسيلة طيب او وسيلة مشروع، ولكن الهدف من نشر الدعوة في القدوة الحسنة، في عمل الخير، فعل الخيرات، ترك المنكرات، أداء الأمانات، أداء العبادات، يبقى دي الناس هتتقبلها منه، هيكون له ثواب. لا يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد تكون يعني سبب في هداية واحد، هداية شاب، هداية فتاة، ولكن ما تشغلوش عن هدف الأساسي في الحياة. ما هي دي بقى المشكلة. لا. أنا باجي مثلا بقى ورايا شغل أو ورايا مذاكرة أو أي حاجة، وبعدين تشتغل لا لازم الإنسان يحدد هدفه في الحياة الأول، هدف رئيسي وهدف ثانوية أخرى. هدف رئيسي تحقيق الذات في دراسته في الجامعة أو في أي مكان، لأن ده إشغال وقت فراغ الوقت. عشان الإنسان لو يعرف قيمة الوقت، أغلى شيء عند الإنسان الزمن والوقت، لأن أي شيء ممكن يعوضه في يوم تاني أو فيه، لكن اليوم اللي بيعدي انتهى، اتحسب من عمرك، مش هيرجع تاني. الوقت ده من أغلى ما يمكن، بس الناس مش عارفين بيقضي وقته في اللهو واللعب ومش حاسس إن ده بيتحسب من عمره، بينزل من رصيد حياته بدون ما يدري. الإنسان لما يكون معاه مال ويصرف منه دينا من غير ما يضيف ليه، هيستنزفه في النهاية. انت بتستنزف عمرك ما استفدتش بيه، ما حققتش حاجه في حياتك، بحثت بحوث علميه في دراستك، زودت معلوماتك في المجال العلمي اللي انت عايش فيه، ولا بتضيع وقتك في التصوير وفي تعامل. طب وانت فين بعد كده؟ طب دي هيجي وقت هيتوقف، انت فين بقى؟ وقفت فين بالظبط؟ ما هي دي بقى النقطه. يعني انا مثلا ممكن ابقى شغال على مذاكره او اي حاجه وتجي لي مثلا فكره، لان انا مش مخصص وقت لحاجه زي دي، انا بسيبها كده ماشي. طلعت عايز فكره تؤجلها لغايه ما تنتهي من عملك الاساسي، دي تؤديها في اي وقت، لان انت عملك مطالب بيه بوقت. انت مثلا كطالب في الجامعه مرتبط بمحاضرات، مرتبط بامتحان في النهايه، اذا الوقت ده مش ليه، مش بتاعك انت، ده بتاع الكليه اللي انت هتقضيه، ده انت حر فيه بقى، انت تملكه، انما الوقت ده انت لا تملكه، لان هيتحاسب عليه وهيؤدي في النهايه الى نتائج. انت عاوز نتيجه طيبه، يبقى لازم تستغل هذا الوقت بالذات لصالح هدفك الاساسي. اما نشاطاتك الاخرى الهوايات دي تمارسها خارج الوقت بتاعك الاساسي، ما تكون اديت مهمتك وعملت المجهود اللي مطلوب منك، عاوز ترفع عن نفسك عشان تجدد نشاطك شويه مزبوط. عشان ترجع لكتابك، اهلا وسهلا، لكن ما تقعدش تضيع وقت اللي هو اسمن شيء 90% من الوقت بقى للتصوير والحاجات الهوايات دي، وبعدين ما عندكش وقت للكتاب اللي دراستك، ما ينفعش. فعلا المشكله اللي بتواجه ناس كتير بيمشوا مثلا ورا حاجه بيحبوها، انها تروح واخده بقى الوقت كله. لا ده انت مستمتع وانت بتعملها، بس ده بيضيع من نفسه وده مستقبل دون ان يدري. اهتم بالحاجات الثانويه وترك الحاجات الرئيسيه والهامه في حياتك.